عايشين حكاية من صغرنا من زمان واحنا على وضعنا ما فيش اي حاجة تهزنا واحد في كل مكان ايام زمان مش هننسى الكلام والذكريات والايام الحلوة بينا حصلت وممكن تتعاد ايام ما كنا مش حاطين حاجة في دماغنا لسه صغيرين والبراءة كانت تجري فينا وبنضحك كنا مبسوطين نفس الأيام تتعاد نفس في ثانية واحدة بس تيجي من الذكريات أيام زمان كانت أحلى أيام دلوقتي الناس مش بتعبر الناس ثواني ثواني أنا واحد تاني كتبت أحلامي ومشيت عالطريق ليالي ليالي أنا اللي بعاني لما كبرت عرفت إني أكيد ضعيف فضلت مستمر كذا سنة أيامي اتحولت لبهدلة أيام وسنين بتعدى عليا كتير وأنا مش بعمل أي حاجة ليه ما اختلمتش الفرصة للأسف كان قدامي حاجات كتيرة كانوا بيقولولي أنت تقدر وانا مطنش النمل فكرت وخططت رسمت الطريق دعيت ربنا وقلت افتح لي ابوابك يا رب بدأت من الصفر ما كانش معايا حاجة ركزت في الاهداف واستمرت وقلت جاي بدأت ودست في كل حاجة ما سبتش انا اي حاجة قلت انا هنجح في كل حاجة مدام انا شايفه صح فضلت ادعي ربنا كتير انه ييسر لي الطريق ولما كنت صادق معاه فتح لي اكتر من اتجاه